هذا النشاط هذا كيجي في إطار البرنامج اللي كتشتغل فيه فيدرالية رابطة حقوق النساء في المجال ديال من أجل إقرار المبدأ ديال المناصفة. وكما كتعرفوا أنه كاين تعديلات اللي طالت القوانين الانتخابية الأخيرة، وبالتالي بغينا نعرفوا شنو هو التصور ديال الأحزاب واستراتيجيتهم في إقرار مبدأ المناصفة في ظل هذه الاستحقاقات المقبلة. إذا لذلك حاولنا أننا هذه غير الدور الأول ديال النقاش، مازال كاين دورات أخرى، على اعتبار انه هذه الاحزاب اللي جات بالاضافه الى النقابات غادي تحاول تناقش معنا التصور ديالها من خلال المذكره التي اعدتها فيدرالية رابطة حقوق النساء حول هذا الموضوع.